أسألك عن مشاعر المرأة السعودية في هذا العهد ونسمة هذا اليوم. أنا أعتقد هذا زمنكم، يعني سنين وأنتم تطالبون صحيح بالتمكين والمساواة، واليوم يعني الكرة في ملعبكم. صحيح. ودي أسمع منك كيف تقبلتها السيدات السعوديات. هو طبعا يعني نقول اولا كل عام وانتم بخير، وكل عام الوطن بخير، والقياده الحكيمه بخير. الجميع الان يحتفل ولديه ذكريات قديمه، ولديه امال وطموحات للمستقبل، ونعيش حاضر جميل جدا غير مسبوق. المراه السعوديه طبعا لها نصيب كبير جدا، لان لها نصيب اصلا في الخطه الاستراتيجيه للمملكه 2030. في البداية صراحة ما كان إنه تشكيك في تحقيق شيء في ملف المرأة، لكنه فعلا كان ملف صعب. مش بس صعب، كان يعني أمام مواجهة يعني عنيفة جدا. كان الكلام في المرأة وأي شيء يعني يمس المرأة ومصلحتها، من الهوية إلى قيادة السيارة إلى فتح مجالات العمل، أي حق من حقوق المرأة السعودية نفتحه كأننا نسبح ضد التيار. فكانت مواجهة عنيفة، ما كانت سهلة. يعني اليوم يعني خلينا نقول من بعد بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية، خطوة ورا خطوة بدأنا نشعر أنه فيه ثقة أكبر في المرأة. القيادة تنظر لنا نظرة فيها كثير من الإيمان، فيها كثير من القناعة والثقة. يعني الدولة الآن، يعني احنا كنا بالنسبة للعالم لغز، صحيح. الآن اليوم لا، اليوم احنا عنوان، تحولنا من لغز إلى عنوان، عنوان عريض. المرأة في كل مكان الآن، المرأة السعودية في المؤسسات الدولية، في الجامعات برا، في مناصب قيادية في داخل الدولة، في الإعلام، في التخصصات العلمية، يعني في كل مكان. دكتورة آمل، عندك تجربة الكتابة والتجربة الأكاديمية، صحيح. إيش فرق معك؟ ايش يعني اللي كنتوا تعانون من زمان واليوم تبدد؟ من الناحية الأكاديمية صراحة كان حظ السعوديات في البحث العلمي، خاصة في مجال البحث العلمي، جدا ضئيل، لأنه ما كان في مراكز بحثية كافية. اليوم قدامنا خيارات داخلية محلية، أقصد يعني غير الابتعاث، محلية هائلة. مراكز البحث يعني خلال الخمس سنوات الماضية لليوم، مركز أبحاث الموجود في الحرس الوطني، كي مارك، مركز الملك عبد الله للأبحاث الطبية، طبعا ما أنسى أبدا الفضل الأول دائما دائما يعني أذكره، مركز الأبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي. مراكز الأبحاث أصبحت متعددة في الرياض وغير الرياض، فأتيحت لنا أن احنا نؤدي عملنا يعني كباحثات. جميل. ما هو بضروري أنه أنا عشان أنشر بحث رصين في مجلة رصينة أني أنا أطلع الولايات المتحدة، ما هو ضروري، بس ممكن يكون عندي زميل هناك. فأصبحت يعني شبكات التعاون يعني أكثر من الماضي. فمن ناحية الأكاديمية أو البحثية تحسن الوضع كثيرا جدا. يعني بالنسبة يعني ككاتبة صحفية، طبعا أنا أشوف الأعداد تتزايد من الكاتبات حتى في مجال الرياضة، اللي كان يعني غير مطروق وغير، صح. يعني أنا أستغرب لما أقرأ مقال رياضي يعني الإمرأة أشعر بالدهشة والإعجاب. كانت غالبا تكون في الشأن الاجتماعي، تلف يعني حول هذا المحور. اليوم لا، في كتبت في مجال السياسة، في مجال الفنون اللي هي الإعلام المتخصص. ف يعني صرنا نشاهد المرأة السعودية في كل مكان، كانت متخبية يعني عقود من الزمن، وفي كل مكان تجدها اليوم، تجدها انها تثابر، تثبت نفسها وللعالم انها تستحق المكان اللي هي فيه.